اسمك عمر احمد نصار، عمر شريف المصري ده اسم الدلع، فاهم؟ لحد امتى ممكن تخبي عليها سعاد؟ الاسم ده لازم يتغير نهائي. مش هيحصل. ليه؟ لان ده اسمه يا سعاد. عمر ليه اب وليه شهاده ميلاد. مستحيل مخلوق هيقدر يغير شهاده ميلاده. انت ليه مش قادره تفهمي الحقيقه دي؟ الحقيقه؟ في ايه يا شريف؟ انت مش عايز عمر يبقى ابنك ولا ايه؟ اوعي تقولي كده. عمر ده ابني، لكن ده مش هغير حاجه. عمر مسيره يعرف حقيقته. وبعدين أنا مش أول زوج أم يحل مكان الأب الحقيقي ويكسب ثقة وحب الابن. خلاص بلغه أنت بنفسك، قوله وتحمل المسؤولية وتحمل نتيجة الصدمة اللي هتحصل له. كده ولا كده هتحصل يا سعاد؟ الكذب ملوش رجلين. ده مش كذب. الاسم اللي في شهادة الميلاد ده ما يستحقش إنه يكون أب لطفل زي ده. أنا اديت عمر للأب اللي يستاهله. طب وبعدين؟ ولا قبلين، احنا هنروح نقابل نظرة المدرسة، بس محدش هينده عمر باسم نصار ده ابدا. طب ولما تيجي بقى الابتدائية وبعديها الاعدادية وبعديها الثانوية، مش في استمارات هيملاها؟ مش في يوم من الايام هيطلع بطاقة شخصية؟ ساعتها بقى هنقول له ايه؟ ساعتها هيكون كبر ويقدر يفهم، انما حرام، ليه من دلوقتي نقول له انه ليه اب عمره ما هيشوفه؟ ليه نحرمه من سعادة الابوة الحقيقية؟ ليه نشتت أفكاره وأحاسيسه من دلوقتي؟ شريف، أرجوك يا شريف، سيبني أنا أتصرف في الموقف ده. ازيك يا ولد؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور. كويس اني شفت حضرتك النهارده، كنت هبعت لك. انا تحت امرك. طيب ممكن نشرب فنجان قهوه في مكتبي؟ قوي قوي. اتفضل. انا عملت حاجه غلط يا مس؟ لا يا عمر، بابا جاي يطمن عليك بس. استناني هنا، انا مش هتاخر عليك. اتفضل. أستاذ شريف، أنا متعاطفة معاك جدا، وعارفة قد إيه معزة عمر عندك، كمان عارفة قد إيه عمر متعلق بيك، يكفي إن هو ما يعرفلوش أب غيرك، لكن أنا عايزة أنصحك نصيحة واحدة. الإنسان لازم يواجه مشاكله، وعمر هيعرف حقيقة وضعه إن آجلاً وإن عاجلاً. أكيد هيحصل يا حضرة المديرة. أيوة، بس مش من مصلحته إن هو يعرف الحقيقة دي متأخر. أنا من رأيي إنه يعرفها وهو كبير أحسن، على الأقل هيكون عنده القدرة على التفكير السليم. دي مش قضية تفكير يا شريف بيه، بالعكس أنت النهاردة بالنسبة له الأب الحقيقي، أبوه اللي عايش جواه، لكن لما يكبر ويفهم الوضع أكيد هيتصدم في أعز الناس، هيحس إن هو اتخدع، والصدمة هتبقى كبيرة وردود فعلها عنيفة. أنا قلت للمرحومة والدته غلط إنكوا تنادوه باسم عمر شريف، لكن هي قالت لي نتجاهل المساله دي. انا ما وافقتهاش واحترمت، لكن قلت جايز في مصلحه. لكن لما الله يرحمها توفت لقيت عليا مسؤوليه ان اتدخل. من فضلك تسامحني وتسامحوني كلكم على اللخبطه اللي انا عملتها دي. بالعكس بالعكس يا حضره المدير، تدخلك ده قدر يوصلنا لنتائج ما كناش هنقدر نوصل لها. وعلى راي المثل رب ضاره نافعه. لا انا ما اقصدش اي ضرر، أنا كل هدفي مصلحة عمر، أنا بهتم بيه أكتر من أي تلميذ في المدرسة. طب ده أنا بعتبر نفسي أمه التانية.
عشان كده بنصحك نصيحة انك تقول له الحقيقة وتتخذ القرار بسرعة قبل يعني ما يحصل بينك وبينه شرخ وساعتها ما نعرفش نعالجه ازاي. هحاول يا حضرة المديرة، صدقيني هحاول وهستنى الظروف المناسبة واقول له الحقيقة. انا اسنك. مع السلامة. بابا خريستو شريف وصل ولا لسه؟ لسه ما وصلش يا فندم. طيب تعالى انت اللي بيت. حاضر. امسك كويس. ها حاضر. هاي لسه ملوش اثر، انا مش عارفه ايه اللي وداه هناك واتاخر ليه ده كله. يا مدام ستيلا اهدي، الغايب حجته معاه. انا مش قادره استنى، انا هفتح الشنطه مش قادره اخاوم. ماشي ماشي ستيلا، اصبري شويه ستيلا، ما يصحش. ايه ما يصحش دي؟ انا عايزه اعرف ايه الموضوع بالظبط. اهو شريف واصل. ايه يا شريف اتاخرت كده ليه؟ معلش كان ورايا مشوار مهم. يا رب تكون وفقت. الحمد لله. قولوا لي لقيتوا حاجه في الشنطه؟ لسه ما فتحناهاش مستنيينك. طيب حد فيكم يفتحها؟ انا ما فيهاش اعصاب، على الله نلاقي فيها حاجه تخلصنا من الموقف اللي احنا فيه ده. لازم هنلاقي. ولازم ليه ستيلا؟ لان الست اللي تاجر خزنه من ورا جوزها اكيد بتخبي عليه سر. المساله مش محتاجه تفسير خريستو. خلاص افتح الشنطه ستيلا. ها قال يا خبر دلوقتي بفلوس، بعد دقيقه يبقى بلاش. دي فواتير كهرباء ودي فواتير تليفون. ايه ده كمان؟ الله، ده عقد ايجار شقه في القاهره باسم سعاد. بس الحمد لله، ادي احنا لقينا دليل اهو، شقه في القاهره وباسم سعاد. وفاتوره التليفون نفس العنوان بتاع عقد الشقه، يبقى احتمال يكون في حد ساكن هناك. لا مستني ايه خريستو؟ اتصل بالتليفون، يمكن يكون حد من اهلها قاعد في الشقه دي. معقول. تعال كود القاهره. محدش بيرد. الحمد لله، خلاص تبقى المشكله محلوله. ما دام مفيش حد قادر يوصلنا لحل المشكله يبقى الولد ابننا، محدش يقدر ياخده مننا. كويس كويس، اقفل التليفون خريستو. عموما العقد فيه عنوان الشقه، انا من رايي ان شريف يسافر القاهره يشوف الموضوع على ارض الواقع بنفسه. كفايه انا بقى، خلاص ملف واتفتح، نقفله بنفسنا. لا تعال، انا لازم اسافر. ليه يا شريف؟ ليه؟ خلاص ربنا حلها بعاطفه، انت عايز تعقدها؟ انا لازم اعرف الحقيقه، لازم اعرف عمر ده ابن مين. ابنك يا بابا، مش انا عمر؟ طبعا يا حبيبي طبعا. انت ايه؟ يعني كفايه كده النهارده، يلا بقى نام عشان بكره في مدرسه. الله، تصبح على خير يا حبيبي. انت من اهل يا بابا. بابا. نعم عمر. فين مخبي عليا يا بابا؟ معقوله يا حبيبي؟ معقوله انا اخبي عنك حاجه؟ انا مش صغير يا بابا، انا بفهم، انا حاسس ان في مشكله والمشكلة دي أنا السبب فيها. لا يا حبيبي، اوعى تقول كده، مفيش مشكلة ولا حاجة.
انا حاسه ان كل شيء اتغير حواليا. ليه كده يا بابا؟ يمكن يا عمر عشان ماما مش موجوده معانا دلوقتي. عقبال ما تتعود على انها مش موجوده ممكن يحصل حاجات كتير. انا بحب ماما قوي، بس بحبك انت اكتر يا بابا. توعدني ان مفيش مشاكل هتحصل تاني؟ توعدني يا بابا. لا يا عمر مش هقدر اوعدك، لان الحياه زي ما فيها السعاده فيها الحزن، زي الدنيا الكبيره اللي احنا عايشين فيها دي، زي ما فيها الشمس والنور فيها الليل والضلمه. انا حبيبي كل اللي اقدر اوعدك بيه اني احاول امنع عنك اي حاجه ممكن تضرك. تصبح على خير بقى. انت بنعمل ايه بابا؟ كريستو اعمل حاجة، حاول تمنعه بأي طريقة. ما حدش هيقدر يمنع شريف عن اللي هو ناوي عليه. كلمه، حاول تقنعه. مش هيسمع، ما دام القلق دخل في مخه مفيش حاجة أبدا هتخرجه منه خالص إلا لما يعرف الحقيقة بنفسه. الحقيقة؟ وقيمة الحقيقة دي إن كانت كلها من الماضي تمنها إيه؟ تساوي الحقيقة دي إنه يضيع ابنه من إيده؟ ومين قال إنه هيضيع منه بس؟ الحقيقة اللي بتقول عليها دي عاملة زي النور، النور اللي بينادي على الفراشة عشان تدور حواليه لحد ما تحرقها وتموت. محدش بيرد يا حاج، معلش تشكر يا رب. العفو يا Thank you.
الو. ايوه يا سياده المستشار. لا في الحقيقه انا كنت قلقان مش عارف ارد على التليفون ولا ما ردش. انت متاكد ان دي شقتها فعلا؟ مفيش شك ان دي شقتها يا سياده المستشار. ايوه بس واضح انها مقفوله بقالها فتره ويمكن كمان سنين. انا بس اللي بستغرب له هي كانت محتفظه بيها ليه؟ لا يا سياده المستشار البيت ما فيهوش بواب. سياده المستشار في حد بيخبط على الباب. هضطر استاذنك. لا لا اتصلوا انتوا بيا. انا ما اعرفش اذا كان في خط مباشر من هنا ولا لا. طيب طيب. طيب يا سياده المستشار خلاص. مع السلامه. ايوه يا فندم اي خدمه؟ لا مؤاخذه احنا جيران الست سعاد اللي ساكنين في الشقه اللي تحت. هي سعاد جت؟ لا في الحقيقه انا جيت لوحدي. وحضرتك تبقى مين؟ انا جوزها. الاستاذ شريف. مظبوط. على العموم اهلا وسهلا. اصل دي اول مره حضرتك تشرفنا فيها واصل انا شفتك وانت طالع على السلالم واللي ما يعرفك يجهلك. قولي لي حضرتك انت تعرفي سعاد كويس؟ أنا نبوية. قصدي يعني نبوية صاحبتها. هي عمرها ما حكيت لك عني؟ في الحقيقة لا. على العموم أهلا وسهلا وأي حاجة حضرتك تحتاج لها تخبط على باب بيتنا الناس لبعضها. متشكرة يا ست نبوية. عن إذنك. اتفضلي. هي سعاد مش جاية؟ دي وحشاني قوي. دي بقالها ياما ما جاتش. في الحقيقة يا ست نبوية سعاد تعيشي أنت. ماتت؟ لا مش ممكن مش ممكن. معنى كده ان الشقه دي شقه سعاد. يبقى سعاد طلعت من القاهره. لا ازاي تبقى من القاهره واحنا ما نعرفش؟ واحنا نعرف كل الناس اللي في القاهره. انا مش غبيه خريستو. طبعا مش هنعرف كل سكان القاهره لكن نقدر نفرق ما بين واحد من ابناء القاهره وواحد من ابناء الاقاليم. بسبت خريستو زي ما تفرق ما بين واحد من ابناء اتشينا واحد من ابناء الاقاليم. الاقاليم لهم نشأة خاصه بيهم ثقافه خاصه بيهم. تصور انا لما كنت احكي لسعاد عن القاهره كانت تبقى مندهشه جدا وكاني بتكلم عن كوكب تاني خالص. ازاي تخدعني بالطريقه دي؟ بنتي تخدعني؟ بنتي انا تخدعني ليه؟ لانها مش بنتنا يا استلا. وليه كنا بنعتبرها بنتنا ليه؟ احنا بنخلط الامور بين شريف وسعاد. شريف عاش معانا سنين طويله اتطبع بطبعنا لكن سعاد لا. وكون ان احنا بنعتبرها بنتنا دي تبقى مشكلتنا احنا مش مشكلتها هي. يا اخوانا سعاد دي بنت مسكينه حياتها مليانه اسرار ومشاكل وممكن سكوتها ده يكون نوع من الدفاع عن النفس. وكايز برضو كمان اللي حصل ده كله تم بسلامة نية. هتقولي سلامة نية؟ ازاي؟ من امتى كان الخداع وكتمان سلامة نية؟ كفاية بقى انا مش عايزة اسمع اي حد يقولي سلامة نية. كفاية اللي احنا فيه لازم نفوق بقى. ايه ستيلا في ايه؟ عايزة تقولي ايه؟ عايزة اقول ان احنا بندور على سعاد واللي عملته سعاد وماضي سعاد. الاولى بينا ان احنا ندور على ابننا في الوقت الصعب اللي بيمر بيه. سايبينه في النار واحنا قاعدين هنا. الله وعايزين نعمل ايه يا ستيلا؟ نسافر له القاهره نقف جنبه هناك. امال مين هيقف معاه؟ هاي 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 سياده المستشار اتصل بشريف قول له ان احنا هنكون عنده في القاهره انا وستيلا ومعانا عمر وانا هنحجز في اوتيل في وسط البلد بتاع واحد يوناني. لا احنا مش هننزل في اوتيل بتاع واحد يوناني. انا عايزه انزل في الاوتيل اللي اتفرجنا عليه في التلفزيون ووعدت عمر ان احنا لو نزلنا القاهره نحجز فيه. اندكسي؟ عندك ستيلا. والمطعم هتقفلوا المطعم يا اخوانا؟ لا المطعم مش هيتقفل واحنا مش موجودين. لكن حتى لو اتقفل مفيش اغلى من الابن يا سياده المستشار. يبقى خلاص اتصل انت بشريف وانا هقوم احضر الشنط. لسه الطياره بكره الصبح. ايوه بس انك تكلم شريف ممكن تكلمه دلوقتي وتحجز الاوتيل دلوقتي. انتم ايه على قلبكم مراوح؟
اسمع يا عزوز، انت واعي انا في ظروف صعبة بتمر بينا، لازم نسافر من شرم الشيخ. هترجعوا اليونان تاني؟ ما تقاطعنيش، انا بعتبركم اولادي زي اولادي واكتر كمان، وده للثقة اللي بيني وبينكم، لانكم انتوا شبان جدين وملتزمين، ولولا كده ما كنتوش استمرتوا معايا في الشغل من يوم ما رجعنا من لاتينا. يعني هترجعوا لاتينا؟ لا، احنا مسافرين جوه مصر. بصراحة يا بابا خريستو احنا كده بدأنا نتلخبط، حضرتك مسافر ليه وقد ايه؟ وكابتن شريف سافر برضه، وبصراحة المطعم كده بدأ يتلخبط، واحنا خايفين على الشغل وعلى المطعم. ما تأذناش يا بابا خريستو، احنا مش بس يعني خايفين على لقمة عيشنا، احنا يهمنا برضه المطعم وسمعته. ما تقلقوش، أنا فاهمكم كويس أوي، الكلام اللي أنت بتقوله دي يا عزوز مظبوط خالص، مطعم المحترم زي الاسم بتاع البوليس مش ممكن يقفل أبدا، لكن ما باليد التقيلة، أدي الله أدي الحكمة بتاعه، نعمل إيه؟ مش بإيدنا، الأسرة كله لازم يسافروا القاهرة، ها؟ ومش عارفين هنرجع إمتى. يعني هتقتلوا المحل؟ أنتوا إيه رأيكم؟ اللي تشوفه خوارج، ولو إن ده يعني يعز علينا، ولو إن حضرتك يعني بتعتبرنا جزء من العيلة، لازم لازم إيه؟ كمل كلامك، كمل كلامك، لازم إيه؟ يعني إحنا هنقدر نمشي المحل لوحدنا. وتتحملوا المسؤولية؟ نتحملها يا فندم. برافو. برافو يا وائل، برافو يا عزوز، أنا مبسوط أوي منكم، هو دي الكلام المظبوط، أيوه. مطعم لازم يفضل مفتوح، مطعم بابا خريستو مش ممكن يقفل أبداً. يلا يا اولاد شوفوا شغلكم. الو، ايه يا سيادة المستشار، انا قدامي هنا ورق مرعب. ايوه، في جرايد مكتوب فيها اختطاف طفل رضيع. ايوه، اختطاف طفل رضيع من مستشفى في الهرم، وصورة سعاد موجودة في صفحة الحوادث. الحقيقة أنا مش عارف أعمل إيه. اسمع شريف، ما تحركش أي حاجة من مكان، واقفل الشقة كويس. ايوه، بكرة إن شاء الله هنكون عندك كلنا في القاهرة ومعانا عمر. بقول لك ايه، نفذ اللي بقول لك عليه ده. طيب يا سيد المستشار، مع السلامه. مش عارف انت مين، مستحيل تكوني سعاد اللي انا اعرفها، مستحيل مستحيل مستحيل. عمر، عمر حبيبي، مش هتيجي بقى علشان تساعدني في توضيب الشنط؟ هو انت كمان مسافرة يا ننة؟ ايوة، بكرة الصبح. كلكم كده ناويين تسيبوني لوحدي؟ لا يا حبيبي، احنا مش ممكن ابدا نسيبك لوحدك، انت هتيجي معانا. لا انا ما اقدرش اجي معاكم، انا لازم استنى بابا لغاية ما يرجع من السفر. عمر حبيبي، ما احنا مسافرين عشان نقابل بابا في القاهرة. طب افرضي بقى ان احنا رحنا من هنا وبابا جه من هنا. تبقى مشكلة كبيرة. خلاص بقى، مش مهم نسافر. طبعا مش مهم يا نناه. خلاص، ألغي الحجز بتاع الأوتيل اللي في الملاهي. ملاهي؟ انت بتتكلمي بجد يا نناه؟ عمري نناه ستيلا ضحكت عليك؟ لا يا نناه. هنروح الملاهي. هنروح الملاهي. طب يلا تعالى، يلا ساعدني في توضيب الشنط. يلا.
مشي. متأكد إنه مشي؟ أيوة متأكد، لكن يا ترى إيه اللي جابه؟ ايه رايك سعاد لو نقضي سهره القاهره؟ على النيل. القاهره؟ وش معنى القاهره؟ القاهره دي ام الدنيا، انا مشتاق لها قوي، وبعدين انا هكون احسن مرشد سياحي ليكي هناك، مفيش حته في القاهره مش هتروحيها، هوديكي سينما ومسرح ومطاعم، يعني هتزوري كل حته في القاهره. القاهره دي اجمل مدينه في العالم كله. ها ايه رايك؟ كلامك بالطريقه دي ما يعجبنيش. ده كلام واحد مش حاسس بالمسؤولية. انت عايز تقضي عمرك كله شغال عند ستيلا وخريستو؟ ما فكرتش يبقى عندك مشروعك انت؟ ايوه بس انا ما بحسش ان انا اجيد عند خريستو، بالعكس انا بعتبر ان خريستو وستيلا زي ابويا وامي بالظبط. حتى لو كانت ستيلا هي الام اللي ولدتك وخريستو هو ابوك، انت مين؟ اسمع يا شريف، أنا ما أحبش إلا الراجل الطموح اللي يبني نفسه بنفسه. تأكد إن أنا هفرح أكتر لو قضينا شهر العسل في مكاننا، عشان كده نبقى بنبص للمستقبل، بنوفر للمستقبل. ده كلام غريب اللي بسمعه منك يا سعاد. أنا اللي أعرفه إن أي واحدة المفروض إنها تبقى فرحانة إن خطيبها بيعرض عليها إنها تقضي شهر العسل في أحسن فنادق وتتفسح أحسن فسح. لكن واضح إنك أنتِ غير الناس كلها. برافو عليك، أنا فعلاً غير الناس دي كلها. أنا عايزة أبني، عايزة أحط الناس دي كلها في كفة، وابني وبيتي وحياتي في كفة تانية، وده مش هيجي غير بالشغل والكفاح والتعب. صدقني يا شريف، ده الطريق الوحيد اللي أقدر أمشي معاك فيه وأنا في قمة السعادة. هلا يا فرج. ايوه يا معلم. فين العناب القصير بتاع مسامير؟ حاضر يا معلم. خير يا مسامير؟ مش بعاده انك تيجي القهوه وبالليل كده؟ مش جاي لي نوم يا معلم، من ساعه الجماعه ما جم وزاروني في البيت وانا مش جاي لي نوم. ليه يا مسامير؟ الجماعه كانوا جايين لك في خير، وانا كان رجلي على رجليهم وما حصلش منهم اي حاجه. وانا برمي بلايا يا معلم، انا ما بقولش انهم لهم دعوه، بس زيارتهم ليا والموضوع اللي كانوا جايين عشانه هو اللي قلب مخي وشقلب كياني. العناب الوصايه بتاع الست ام سمير. ايه الحكايه بقى يا ام سمير؟ كلمني. الورقه ام مادنه تاني في البيت اللي جنبها ساكنة ممرضة اسمها نبوية. ومالها نبوية دي؟ دي صاحبة المرحومة سعاد، الروح بالروح، ودي خزنة أسرارها. وانت تعرفيها يا سمير؟ شفتيها؟ لا بالسامع، ياما سعاد حكت عنها. كانت في الأول ما بتفكرش إلا في نبوية، ودايما على بالها، وياما كتبت لها جوابات. طب ما قلتيش الكلام ده للجماعة دي؟ مش يمكن كان وفر عليهم وقت، ولا كان دلهم على الشقة اللي بيدوروا عليها؟ أول ما سألوني كنت ناوي أقول، لكن قلت لنفسي إذا كانت صاحبة الشأن بنفسها خبت عليهم سرها، يبقى هل من حقي أنا أبوح بيه؟ صاحبة الشأن في دار الحق دلوقتي، والحقيقة أبقى من ميت يا أم سمير. بس ده سر يا معلم عبد، وهي ائتمنتني عليه، إزاي أفشيه؟ طالما السر ما ماتش مع صاحبه ما بقاش سر.
انت كنت حدديهم على نبويه وهم احرار معاها. يعني انت شايف كده؟ انا شايف ان ما قدامكيش غير كده. طب نورني يا معلم، هم هدفهم ايه من الجري ورا حكايات قديمه اندفنت مع صاحبتها؟ في دي ما اقدرش انورك يا ابو سمير، لان انا شخصيا مش فاهم، انما الناس دول مش خفاف لما يكون معاهم المستشار بذاته، والكلام اللي متنطور هنا وهناك، المطعم اللي بيقدم غدا وما بيقدمش عشاء، ودي مش هوايتهم طبعا. ده حاجه تحير. شفت بقى ان الحكايه تحير؟ عموما مفيش في اللي هتعمليه ضرر يا مسامير، ارضي ضميرك وادي الجواب على قد العلم. انا شايف كده. خايفه لا يكون السر عوره، والمفروض ان الصاحب يستر صاحبه عايش او ميت. مش هتبقى انت بقى المسؤوله، نبويه هي حر، حبت تقول تقول، حبت السر يموت معاها هي حر. لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا نبويه؟ في ايه؟ شفتها يا ابو زيد. شفتيها؟ هي مين دي اللي شفتيها؟ سعاد. شفتها بشحمها ولحمها وهي داخلة من باب الشقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مش جوزها قال انها تعيش انتي؟ كابوس يا ابو زيد. شفتها زي يوم ما جت ودمعتها فوق خدها. كان يوم ما يعلم بيه الا ربنا، ربنا لا يعيده. هي سعاد اليوم ده مش قادرة انساه، مش ممكن انساه ابدا. طيب يا اللي بتخبط، انا جاية اهو. سعاد يا حبيبتي، عاش من شافك يا سعاد، سنين ما شفناكيش. ما لقيتش حتة اروحها الا عندك، انا محتاجه لك قوي يا نبويه. البيت بيتك يا اختي، ادخلي ادخلي يا حبيبتي. يا اهلا وسهلا. اما انت وحشاني بشكل يا سعاد. تصدقي وتامني بالله لا اله الا الله ان انا وابو زيد كنا في سيرتك من يومين، وكان قلبنا حاسس انك جايه والشمل هيتلم من تاني. انا مجروحه قوي يا نبويه، مجروحه من جوه قوي. لا عاش ولا كان اللي يجرحك. قوليلي، هو اسي نصار متخانق معاكي؟ نصار طلقني. يا مصيبتي، طلقك؟ عارفة طلقني ليه؟ ولا كلمة. لسه الليل قصادنا طويل، هنقعد نتكلم لحد الفجر. انما دلوقتي حبيبتي تقومي معايا كده تغسلي وشك، ولا اقولك تاخديلك دش احسن عشان يفوقك، وسي ابو زيد زمانته على وصول نعشيه ونفضل بعضين. اتفقنا يا حبيبتي؟ هي دي بقى الحكاية، من طقطق لسلام عليكم. وانت عاوزانا اعمل ايه يا نبوية؟ جوزها وفي بورسعيد وانا وعندي شغل. مش حكاية صلح يا ابو زيد. الله، امال عاوزة مني ايه بالظبط؟ مادام قصدت بيتك افتح لها الباب. اما امرك غريب يا نبوية، ما انت عارفة ان المكان ما يسعش. عد غنماتك يا ضحى، واحدة نايمة وواحدة قايمة، يعني هي هتنام فين بقى ان شاء الله؟ ننيمها هنا في اوضه النوم اللي بنام فيها انا وانتي، ولا بره في الصاله مع الجدع الشاب؟ ها؟ ما تحكمي عقلك. تنام هنا يا اخوي. هنا فين؟ واحنا ننام فين ان شاء الله؟ يا سلام عليك يا ابو زيد، ده انا بقول عليك نبيه وبتفهمها وهي طايره. تنام انت ورأفت بره في الصاله، وانام انا وهي هنا في اوضه النوم كام يوم يعني كده، لحد ما رأفت ابن اختي يتصرف. كام يوم؟ على جثتي انا ما اسيبش مكاني لحد غريب ينام فيه ابدا طول ما انا عايش. لا يا نبوي، لا لا. حسك للبنيه تسمعك وهي حساسه، وكفايه اللي حط عليها بالزمن، مش هنبقى احنا كمان عليها. خليك يا حبيبي قاعد هنا زي الباشا، وانا هعرف اتصرف مع ابن اختي. دايما الحمد لله. تستاهلي الحمد، نورتينا يا ست سعاد. ده نورك يا ابو زيد. الحمد لله. السفره دايما يا ابو زيد. ايه ده يا رافض؟ عوامك كده اتعشيت يا راجل؟
يا دوبك اصل مرتبط بعبد البديع زميلي، وبستاذنكم ابات معاه كام يوم، اصله ساكن جنب الورشه اللي بشتغل فيها. انا هاخد شبشب وبيجامه وكام غيره. طول عمرك شهم يا رأف. ما تكبريهاش، على الاقل اترحم من امارتك يا خالتي. ما تيجي معاه بزيت. لا يا اخويا انا بحب اماره خالتك. طب استاذنك. اتفضل. اتفضل. منورة يا سعاد، ما تتصوريش أنا فرحانة بيكي قد إيه النهاردة. فاكرة يا سعاد البت عطيات؟ عطيات مين دي؟ عطيات اللي كانت معانا في تانية تمريض، البت دي اللي كانت بتشيل حديد زي الصبيان. أيوه افتكرتها، مش دي اللي في أول حصة حقن وإحنا في القصر القديم شكت الراجل العجوز الحقنة كانت هتخرج من الناحية التانية. ده الحمد لله إنها سابت التمريض، ربنا رحم العيانين منها. اللهم اجعله خير. حتى الضحك بقى محسوب علينا. صوت رن ضحكتها لسه في وداني كانها كانت معايا من دقايق. سعاد لما كانت تضحك كانت الدنيا كلها تضحك معايا. مين يصدق انها ماتت؟ الدوام لله يا نبويه، انما ما قلتليش عنده فكره عن الشقه ولا لا؟ معرفش يا ابو زيد. ما انا قلت من زمان ومحدش سمع كلامي، كان لازم نغير العداد باسم رأفت. تفتكري يعرف حاجه عن سعاد ورأفت؟ يا مصيبتي ده لو عرف.